مع الوزير القائمون على هذا المشروع، حبوا يكرموك على طريقتهم. أدعو مهندس بودكاست أرابيا يوسف علوش لتقديم هذا التكريم لمعالي وزير الثقافة المثقف عز الدين مهوبية الذي يرعى الشباب الموهوب. صديقي. الجماعة تاع الفيلم ماذا بيا كامل يهبطوا، الجماعة تاع الفيلم. الجماعة اللي راح يشاركوا في الفيلم اللي راح تقولوا وزارة الثقافة. قال لك إلا جبني أنا ما جبنيش أنا كلا. ماذا بيا الجماعة هذوما كامل. بيو بيو شارك في الفيلم ياك. هذوما الممثلين اللي عندكم منشار فيديو وانتم تسالوا واش هو المشروع، هو فيلم سينمائي. اذا هؤلاء الشباب اللي بداوا بكاميرا في بيتهم من خلال فيديو نشروه على اليوتيوب برزت موهبتهم، واليوم معالي وزير الثقافه السيد عز الدين مهوبي يعدهم بمشروع فيلم سينمائي راح يشاركوا فيه اذا عجبتهم موهبتكم. يعني هو يوسف الوزير السيد عز الدين مهوبي دعمك في السينما، في بودكاست أرابيا، في كتابك، في أول كتاب نشره يوسف بعلوج. أكيد لازم تكرمه ولازم تشكره. أنا ممتن البارحة واليوم وغدا، وعلاقتي بمعالي الوزير حاليا صديقي سابقا وحاليا وأبدا السي عز الدين